يقول ابن القيم: فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه. لماذا؟ لأنه انتبه للأمر من المبدأ، أصبح بوابا على قلبه. إذا جاءت الخطرات إن كانت طيبة صالحة فحيها لا يا مرحبا، يعمقها وينميها ووسع مساحتها في قلبه، فتأتي له بالخير، تأتي له بإرادات طيبة وعزائم عظيمة وهمم عالية. أضرب مثالا: شخصا لا اشتغال له أصلا بالعلم، فمر بحلقة علم فجاءت في قلبه خطرة: لماذا لا أكون طالب علم ولازم العلم وجالس أهله؟ لماذا هكذا أحرم نفسي من العلم؟ هذه خطرة جميلة أو لا؟ من الناس قد تأتي في قلبه فيسارع بطردها منه وإبعادها، ويورد على نفسه أشياء يصعب الأمر وشواغل تبعده عن هذا الأمر حتى تذهب هذه الخطرة فينحرم. والأصل أن مثل هذه الخطرات لا، يوسع مساحتها في قلبه وينميها ويستدعيها ويحركها حتى تصبح ماذا؟ إرادة، ثم تصبح همة، ثم تصبح وهكذا تتنامى حتى يصبح ربما إمام من أئمة المسلمين، حتى وإن كان هذا الأمر على كبر. بعض الأئمة المتقدمين ما دخل في العلم أصلا إلا بعد 40 وأصبح إمام، تنقل عنه نقول عظيمة جدا في العلم. هذا مثال فقط، والأمثلة كثيرة جدا، كثيرا ما يأتي خطرات جميلة لا يفوتها الإنسان، حيها لا يرحب بها ويوسعها في قلبه ويمكن لها فيه. وإن كانت الخطرات سيئة، والناصح يميز بين الخبيث والطيب، إن كانت سيئة هي التي يعمل على ماذا؟ طردها من قلبه، لا يستجلبها، يعمل على طردها وبيان، يبين لنفسه سوء مضرتها وعاقبتها، استعيذ بالله منها حتى تذهب، لا يبقى لها أي شيء في القلب. لكنه لو استجلبها واستدعاها وبدأ يحادثها في قلبه ويعملها في فؤاده تبدأ تتوسع، بدل أن كانت خطرة تصبح رغبة، تصبح عزيمة، تصبح إرادة، تصبح أمل، عملا سيئا. كثير من الأعمال السيئة إن لم يكن كلها هذا مبدأها. ومن راعى خطراته، يقول ابن القيم رحمه الله، ملك زمام نفسه وقهر هواه. أما الذي لا يملك الخطرات، خطرات النفس، يصبح قلبه ماذا؟ مرتعا، ترتع فيه خطرات السوء والشر وتتنامى فيه، حتى إن من الناس عافانا الله أجمعين وهدانا ووقانا وزكى قلوبنا وأصلحها، قلوبنا بيده سبحانه وتعالى، من لم يصبح لخطرات الخير أصلا مكان في قلبه لتزاحم خطرات الشر فيه وامتلائه بها. قال: فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب. إذن لا يستهان بها، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. من استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات، ولتزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى، جمع منية، فتصبح منى، بدل أن كانت مجرد خطرة أصبحت منى، أشياء يتمناها القلب ويرجوها ويطلبها، ثم يولد ذلك السعي أيضا في تحصيلها، ثم يولد الوقوع فيها، ثم يولد الإدمان عليها. فمن يقول رحمه الله استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. ولهذا المرء يكون بوابا على قلبه، خطرات الخير يفرح بها ويوسع مساحتها في قلبه وينميها في فؤاده، وخطرات الشر يسارع في طردها وإبعادها من قلبه. نعم.